السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو ظريف عن تحويل شاحن جاي من أمريكا 110 فولت هنحوله 220 فولت. ده شاحن الحقيقة بتاع صديق ليا جابه معاه من أمريكا، بس طبعا احنا هنا في مصر 220 مش 110، فده مش هينفع يشتغل. ده بيشحن، ده ماركة دولت، دي من أشهر ماركات العدد في العالم إن ما كانتش أشهرها يعني. ده الموديل بتاعه دي سي بي 115، ده بيشحن ال 12 فولت وال 20 فولت ماكس البطاريات بتاعه الليولت. لو جيت بصيت هنا اهوت على المواصفات بتاعته، مش كاتب حاجه هنا اهو، مش كاتب حاجه. طيب عموما نفتحه مع بعض كده ونشوف. جامد جدا، مش بتفتح بالايد، جامد بطريقة غير طبيعية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله صناعة حاجات دولت طبعا نظيفة جدا جدا. لو جينا بصينا هنا بقى مكتوب ايه هنلاقي، مكتوب 120 فولت اي سي 60 هرتز 1.5 امبير بيشحن 12 و20 فولت. كلام واضح اعتقد اهو، 120 60 1.5 امبير. بقول لك هنا ما تشحنش ابدا الا لما تكون البطاريات حرارتها اعلى من 4 درجات مئويه، لان البطاريات وهي بارده جدا جدا ممكن تحرق الايه ال التشارجر لانها بتسحب تيار عالي جدا. طيب نفكه. طبعا الشارجرات والحاجات دي بتيجي معموله بحاجه اسمها سكيورتي بت، مش عارف باينه ولا لا، بيبقى البت بتاعتي جواها بين كده طالع يخليها ما ينفعش تتفك بالتوركس العادي. بصوا اهي البت اللي في النص ده اهي، فبيبقى ليها طول مخصوصه، التول ديت بتبقى من النص مخرومة، شايفين مخرومة ازاي؟ دي بيسموها سكيورتي بيت عشان مش اي حد يفك اي حاجة، لا تتفك بس في التوكيل او في طبعا دلوقتي بقت سكيورتي بيت دي بتتباع في كل حتة، فما بقاش فيها مشكلة ان الواحد يفك حاجة زي كده في بيته يعني. فهنفكه الاول. نيجي نبص هنا على ال، انا دلوقتي عشان احوله من 110 ل 220، ايه الحاجات اللي ببص عليها؟ من الحاجات المهمه جدا جدا ان انا ابص عليها الترانزستور الرئيسي الموسفت بتاعي بيشيل كام فولت، بيقدر يستحمل كام فولت، المكثف الرئيسي بتاعي دوت كام فولت، هل راكب عندي هنا هوت في دايره الدخول راكب فاريستور او اي حاجه خالص لو اتحط فوق ال 120 عشان الفيوز ده يضرب. في بعض الاجهزه او اجهزه كتيره جدا اليومين دول بيبقى راكب فيها فاريستور، هنا اهو الجهاز ده ما فيهوش فاريستور الحقيقه، ده راكب فيه فيوز بس، وده الفلتريشن دايره الفلتره بتاعتي، وده هنا هوت الترانزستور المكثف. مش عارف الترانزستور هيبان رقم ولا لا، نحاول نبص كده عليه، لا مش هيبان من هنا الحقيقه. طب ولا حتى المكثف، المكثف مش باين برضو. باين اهو 220 مايكرو فراد 200 فولت، يبقى ده لازم يتغير. تمام. طيب حاجة تانية من الحاجات المهمة جدا اللي لازم ابص عليها،
تشيباية البي دبليو ام اللي موجودة عندي هنا اهوت، التشيباية المسؤولة عن تقطيع الكهرباء للموسفيت عشان الموسفيت يقطع للتشوبر فالتشوبر يطلع لي الدي سي بتاعي. راكب هنا طبعا دول الشوتك دايودز بتوع مرحلة الخرج، وواضح جدا ان ده من التشارجرات السريعة، التشوبر بتاعه كبير وحاطط 2 شوتكي مش واحد بس. اما نبص عليهم كده باينين، ده باين اهو ان هو شوتكي من تحت اهو رسمته باينة، التاني باينة برضو الدايود تحت اهو، يبقى راكب فيه 2 شوتكي عشان يستحملوا امبير عالي. بيبقوا الاتنين دول عادة راكبين على التوالي مع بعض. طيب لازم نفك بعد كده كمان البوردة دي عشان نشوف ال بي دبليو ام من تحت اخبارها ايه. طبعا عندنا هنا خط السيبريشن ما بين الدي سي وما بين الاي سي، ما بين الالترنيتنج كارنت والدي سي اللي خارج بيفصل عندي خط لازم، ده بيبقى عزل مهم جدا 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 ما بين الطرفين عشان دوت ما يبقاش فيه اي كهرباء وممكن تكهرب اي بني ادم. خلاص يبقى دايره البي دبليو ام بتاعتي مش هتبقى راكبه ناحيه الدي سي، هتبقى راكبه ناحيه الاي سي، وهي لما ابص في دايره الاي سي ما لقيش اللي هي تشيبايه واحده بس، مش عارف رقمها هيبان ولا لا عشان نطلع الداتا شيت بتاعتها. بسم الله. طيب انا هحط لكم صوره ليها ونبدأ نعمل الأول الهومورك بتاعنا، نطلع رقم دهيت ورقم الترانزستور دهوت المصفت الرئيسي ونشوف ده هيستحمل ال 220 ولا لأ، ودوت والاي سي هي ديت تستحمل ال 220 ولا لأ. احنا في الأول كده هنبقى محتاجين ايه؟ محتاجين مكثف غير ده بالتأكيد، لأن ده 220 فولت، فده ما ينفعناش خالص، فاحنا محتاجين نغير ده. اوكي طيب هدور على شوية بيانات كده وارجع لكم تاني. دي صورة للترانزستور الموسفت، وزي ما احنا شايفين رقمه باين اهوت K12A60W. دي صورة الاي سي هي ال W1710 او اي دبليو 1710، الاي سي ديت معروفه في الاي سيات بتاعه البي دبليو. دلوقتي قدامنا اهوت الترانزستور الكي 12 اي 60 دبليو، زي ما احنا شايفين الدرين سورس فولتج بتاعه 600 فولت، يبقى اذا الترانزستور دوت ينفع ما فيهوش اي مشاكل بالنسبه لي خالص. ندخل بعديه على الاي سي هايت البي دبليو ام. اي سي هايت البي دبليو ام زي ما احنا شايفين في الجدول اللي قدامنا، الرجل نمره 3 بتاعتها رجل نمرة 3 بتاعتها اللي هي ال VN، ال VN ديت اللي هي الانالوج انبوت ريكتيفايد اي سي لاين، يعني التيار المتردد الموحد الافريج فولت سنس، بتحس منه الفولت ده، الفولت ده قد ايه، الفولت بتاع اللي داخل بعد المكثف ريكتيفايد هنا، يعني بعد ما عدى على البريدج وعلى المكثف. رجل نمرة 3 دي هي اللي احنا عايزين نعرفها. لما نيجي نبص هنا في الرسم بتاعت طريقة توصيل الاي سي هي، هنلاقي الاي سي هي قدامنا اهي. الاول النوت اللي مكتوبه تحت خالص هيقول الفولت من 264 ل 90 فولت، يعني من 90 فولت اقل حاجه تشتغل لحد 264 اعلى حاجه تشتغل. هنلاقي رجل نمره 3 خارجه اهي طالعه لفوق واصله بالموجب بتاع المكثف عن طريق مقاومتين، الار في ان 2.7 ميجا اوم والار في ان 2.4 ميجا اوم. المقاومتين دول محسوبين على 264 فولت و90 فولت، تمام؟ يبقى الاي سي دي بتشتغل على 110 وعلى 220، ما فيهاش اي مشكله خالص. طيب بعد ما شفنا ان كل حاجه تمام، نبدا نركب الحاجات اللي معانا. احنا هنركب، جبنا مكثف بدل اللي راكب جوه، المكثف دوت قيمته 120 مايكرو فاراد 400 فولت، وجبنا فاريستور لان ما فيش اساسا حمايه راكبه جوه الشاحن، الفريستور دوت 275 فولت، وهنركب NTC اللي هي بنسميها
المقاومة الحرارية، هي مش مقاومة حرارية، هي الحقيقة اسمها نيجاتيف تمبرتشر كوفيشنت. ديت المقاومة دي مهمة جدا، في بيطلق عليها ثيرمستور. المقاومة دي مهمة جدا ليه؟ المقاومة دي بتمنع حاجة اسمها الانرش كارنت او التيار المندفع مرة واحدة. لما اجي افتح باور سبلاي او الشاحن دوت او اي حاجه فيها سويتش مود باور سبلاي، الناس المحترمه الحقيقه بتبقى مركبه دايما ان تي اس سي في داخل الكهرباء. هنا انا شايف ان داخل الكهرباء في حاجه غريبه شويه، يعني هنا عندي الطرف اليمين والطرف الشمال لفردتين الكهرباء، وانا لما اجي امسك الفردتين دول، الفرده دهيت الفرده دي اللي على اليمين ده، ديت داخله عن طريق الفلتر، وبعدين معديه ماشيه هنا رايحه لهنا اهوت، وهنا معدياها مكمله لجوه. اوكي، الفرده التانيه ماشيه برضو لجوه كده اهوت لحد ما تعدي جوه الفلتر دوت، تطلع تروح معديه هنا اهو. هنا في حاجه بتركب في الحتتين دول، هم لغينا. احتمال تكون مقاومه حراريه مثلا صغيره او حاجه، لكن احسن من المقاومه الحراريه. المقاومه الحراريه دي كانت بتركب زمان في قدم الازل، فاحنا هنشيل واحده من دول ونركب مكانها الثرمستور. يبقى انا هغير المكثف وهغير الثرمستور، هغير الجامبر ده احط مكانه ثرمستور، وهركب هنا هوت فاريستور. ادي الثلاث حاجات اللي انا ايه هشتغل عليهم اهم، هركبهم. ده بالاضافه لان انا كمان هغير السلك دوت، احط سلك عادي اللي هو السلك ال 220 فولت العادي جدا، اللي الفيشه بتاعته من هنا مش مبططه، فيشه مدوره، سلك اصلي برضو وكل حاجه. فنبدا الاول نفك الحاجات اللي عندنا. نفك السلك ده الأول. طيب يا جماعة، لما نحب نركب الفاريستور هنركبه ازاي؟ دلوقتي احنا الفاريستور دوت عشان يشتغل صح، معلش هنرسم الرسمة بتاعته ازاي بيشتغل. عشان الناس بس تبقى فاهمة، انا عندي دلوقتي ده 220 فولت، وهنا راكب فيوز. الفاريستور بيركب فين؟ الفاريستور بيركب على طرفين الكهرباء بعد الفيوز، بيركب هنا اهو كده اهو، الفاريستور ده وظيفته ايه؟ الفاريستور دوت مظبوط على فولت معين، أول ما الفولت دوت يوصل يروح عامل جواه شورت، لما يعمل جواه شورت الفيوز ده يضرب في ساعتها. يبقى انا حميت الجهاز بتاعي كله من ارتفاع التيار، تمام؟ فانا لازم اركبه على طرفين الكهرباء، بس طرف منهم يكون عدى الفيوز خلاص. اوكي، نيجي هنا نبص نلاقي الفيوز بتاعنا اهو، الفيوز اهو، الفيوز اهو. يبقى انا هركب فين؟ ادي الفيوز واخد اول رجل وتاني رجل، يبقى انا عايز الرجل التانية دي ده اهي هركب عندها، والرجل التانية اللي هي بتاعت الكهرباء التانية اهي ده اهي. يبقى انا هاخد هنزل رجل من هنا وهنزل رجل من الفتحة المشقوقة دهيت، اطلعها من هنا الحمها، يبقى رجل هنا ورجل هنا اهو، تمام؟ طيب الفاريستور دايما بشوفه محطوط جوه حاجة كده، جوه هيت شرينك. دايما الفاريستور بيحطوه جوه هيت شرينك. حد فيكم عند عارف ليه الهيت شرينك دوت؟ طبعا الفاريستور دوت بيبقى هو الشورت اللي على الكهرباء، فاللي بيحصل انه بينفجر، فممكن ينفجر ويتكسر بس ويفضل زي ما هو، ممكن ينفجر خالص، يبقى فتافيت فتافيت، وبيبهدل بقى البورده من جوه، بيعمل سواد وبيعمل حاجه زي هو اساسا من ميتال اوكسايد، من اكسيدات المعادن، بس بيعمل هباب اسود جامد او جوه، فبيتحط جوه هيت شرينك بحيث ان هو لو فرقع يبقى الهيت شرينك محافظ على الايه السواد بتاعه.
فهنحط له نلحمه الاول وبعدين نحط جواه حته هيت شرينك. فهنيجي نحط هنا اهو كده اهو كده، دلوقتي انا حاطه فين؟ فيريستور، مركب رجل هنا اهي، اهي هتتلحم من اهو على الخط ده، ورجل على دوت اللي هي جايه من الفيوز ده، الكهرباء داخله هنا معديه على الفيوز اول حاجه اللي بالعرض ده. يبقى انا هنا مركب على طرفين الكهرباء اللي بعد الفيوز والتاني، تمام. الحم بقى على كده، يبقى انا كده الفريستور لحمته، عملت الحماية بتاعتي اللي انا عايزها. حط فاضل بس احط له الهيت شرينك وخلاص، طبعا اطراف السلك العالية دي بتتقص كلها عشان ما تبقاش مضايقة في اي حاجة، بس كده تمام. نجيب الهيت شرينك، جبنا حتة هيت شرينك اهي، بس هي ايه ما بتدخلش كلها على الاخر لانها مقاس صغير شوية، فممكن اعمل حركة كده سريعة اروح مدخل فيها البنسة للبوز اوسعها بس بالراحة، شدها كده لحد ما توسع بالراحة، وبعدين اروح اخدها بسرعة مركبها في ده اهي، دخلت مكانها اهي وزي الفل. دخلت وتمام جدا، سخن عليها بس خلاص اهي بقت مقفول عليها وتمام التمام. ماشي، نفك بقى المكثف ده. عادة وانا بفك القصدير طبعا المكثف ملزوق المكثف ملزوق بالمادة البيضة دهيت، فانا هحاول اشيلها الاول بس عشان ايه ما نضيعش وقتنا. بعد ما شلنا اللزق الابيض اللي بيحطوه ده، ننضف هنا بس المكان عشان خاطر ايه يبقى مفيش حاجة بتقع كده ولا كده جوه. المكثف بتاعي عندي هنا اهوت علامة الزائد اهي، شايفينها يبقى ده الزائد بتاعي والناقص لجوه. افتح الفتحتين الاول عشان يبقى التركيب سهل بالنسبه لي، اسحب القصدير الموجود
معلش انا اسف طولت عليكم الفيديو. وصل صح بقى الدور ده كده صح؟ الموجب بره والسالب هو اللي جوه. الحين اصدر الرجلين بتاعتها بس لان القصدير مش ماسك فيها. ادي الثرمستور اهو، رجلي اهي، نقصرها شوية عالية سنة. طبعا كل شاحن في الدنيا وليه طريقة ازاي ايه احوله بيها، فمش كل الطرق بتمشي على كل الشواحن. هنجيب دلوقتي بطارية ونجرب الشاحن قبل ما ايه قبل ما نقفله. هنركب بطارية هجيب تاني، نحط بقى الشاحن. بسم الله الاقي الشاحن بيشحن معايا عادي جدا اهو، بينور ويطفي. مش عارف الاضاءة بتاعته باينة ولا لا. كده الشاحن تمام، مفهوش اي مشكلة خالص وشغال 220 فولت زي الفل. معلش انا اسف، اخر حتة كنت وانا بركب الكفر بتاعه ما شغلتش الكاميرا، فانا اسف معلش. يبقى ادي شاحن اتعمل اهو تمام وزي الفل، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو تاني. ما تنسوش تشوفوا تشتركوا في الجروب على الفيسبوك اسمه بنفسك، بس كده بنفسك كلمه واحده فقط لا غير. نشترك عليه عشان لو في اي حاجه عايزين نتناقش فيها نعرف نتناقش فيها مع بعض. لينك القناه هيبقى في الفيديو ان شاء الله. اشوفكم على فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه.